الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أصدر النهاردة بيان. هذا البيان هو بيان المناشدة. طيب اتحاد عمال مصر بيناشد ايه؟ بيناشد فيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة. البيان طبقا لفحواه ومتنه بيأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أنه في إطار الدور المهم والحيوي واللي بيقوم به الاتحاد الممثل الشرعي لجميع فئات العمال بالجمهورية الجديدة، فإنه بيتقدم ويعلن لجميع فئات الشعب المصري الكريم مناشدته لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة. طب خلونا نفهم أكتر حول هذا البيان، يمكن مع يعني أحد القيادات أو أحد كبار القيادات العمالية، وهو الأستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، يعني أكبر قيادة عمالية موجودة في الجمهورية. أهلا 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 حبيبي، كل سنة وانت طيب ويعود عليك الأيام بخير. وحضرتك بالصحة وسادة، احنا اللي تحياتنا ليكم. هو احنا عندنا ايه غير عمال وفلاحين مصر نفخر ونعتز بيهم دائما يعني؟ والله حقيقي، والله حقيقي. طيب انا هسأل على هذا البيان وفكرة المناشدة مش التأييد، لماذا هي مناشدة وليست تأييدا لمسألة الترشح؟ أنتم تناشدون الرئيس. أنا النهاردة ما بقاش في نص المشوار وأسيبه، فلا بد إن إحنا كعمال مصر وشايفين بعض المشاريع وبعض الأمن والاستقرار اللي إحنا بنتمتع به في دولتنا، اللي هو بدون الأمن والاستقرار مفيش مشاريع، مفيش شغل، مفيش تنمية، مفيش دولة حديثة. فكان لابد ان احنا نعمل مناشدة لفخامة الرئيس ونقول له كمل معانا المسيرة لأسباب كتير جدا، ويمكن قعدنا مع بعض واستفدنا بحاجات كتير جدا يا فندم. طيب ده شيء عظيم. هنا ده هيخليني يعني من منطلق هذا الكلام انه بدون الاستقرار الأمني والسياسي استحالة هيحصل مشاريع، وبالتالي للأسف ممكن وارد انه لو ما فيش كل ده تتوقف عجلة الصناعة، تتوقف عجلة البناء، وبالتالي تتوقف عجلة الاقتصاد. مظبوط الكلام ده؟ ده مظبوط، انما في حاجات كتير تخلينا احنا كعمال نقول ليه احنا بنقول لفخامة الرئيس المناشدة دي. نظرته للعمال خلال الفترة اللي فاتت من اول ما عدى مع بعض عيد العمال قال ايه فخامة الرئيس؟ قانون العمل، لابد من اصدار قانون. هو قانون العمل بيعمل ايه الدور ده؟ بيرجع حق من حقوق العمال اللي هو فصل التعسفي اللي كل الناس بتخاف منه، اللي هو الامان الوظيفي. طبعاً. بناء عليه لابد ان احنا نسمن هذا الامر وعارفين فخامه الرئيس بالعلاوات الخاصه اللي هي بتحاول بره عن العلاوات الدوريه، بتحاول تعمل اللي هو تضخم اللي حصل. طبعا التضخم ده على مستوى العالم كله مش على مستوى مصر، انما لابد ان يكون في قرارات من فخامه الرئيس لتلافي هذا التضخم، فلابد احنا كعمال نسمنه. لما يكون العماله المنتظمه اللي هو عمر ما حد بصيته، انا قلت في كذا لقاء من شويه ان لابد ان احنا العماله المنتظمه مفيش حد كان بيبص عليها وكان مهملين نظره ليهم، ويكون في تدعيم واخد بالك مالي ليهم في حاله الازمات، والصناديق اللي فخامه الرئيس قال عليها، يبقى ده لابد ان احنا كعمال نخلي بالنا منه. طيب حضرتك كل بعد ده محتاجين ان احنا نقول ليه بنناشد فخامة الرئيس؟ اكيد احنا لينا مبرراتنا، وان كان في ناس هتقول لك طب انتوا بتقولوا ليه؟ لان احنا شايفين فخامة الرئيس لابد ان هو ما يتاخرش ويعلن ترشيحه علشان نكمل المسير. طب عندي سؤال، بتشوف كرئيس اتحاد عمال مصر زي ما كنت بقول اكبر قياده عماليه في مصر، تشوف ايه ابرز ما شعرتم بيه كعمال خلال التسع سنين اللي فاتوا؟ يعني ما الذي أضافته لكم الجمهورية الجديدة كعمال مصر خلال التسع سنين اللي فاتوا؟ طيب احنا لو بصينا في البطالة طبقا للتقارير، انا يعني انا التقارير دي واخدها واخد بالك من مؤسسات، واخد بالك البطالة نزلت 7%. البطالة دي مهمة جدا، بدل ما كانت 13 يعني فنزلت 13.5 اظن، ونزلت لحوالي 7%. ده مؤشر بيقول ان العماله النهارده البطاله هو سبب اساسي من انك انت النهارده ما عندكش قوت يومك. النهارده انا من المشاريع اللي موجوده على مستوى الجمهوريه كلها، ففي يعني كل الناس واخد بالك بتوجد اعمال ليهم، فده بالنسبه لنا احنا شيء جيد. الاستقرار اللي موجود في بعض المنشآت على سبيل المثال، النهارده
انا اسف يعني اذا كان القطاعات الهيئات الاقتصاديه كلها النهارده فخامه الرئيس ادى تعليمات الحكومه لابد من اعاده النظر للعماله ومسانده العماله والقرارات كلها في صالح العماله. طب انا هزيد حضرتك، انا هطلع بره بس اسمح لي اقول هو احنا كعمال والعماله المنتظمه والعماله اللي في، هل احنا اللي بيهمنا ايه؟ الصحه في المقام الاولاني. لما ارجع ابص على منظومه التامين الطبي الشامل اللي بتعمل على مستوى الجمهوريه ومعموله بشكل اكثر من رائع، هل ده ما يدينيش ان انا بعمل التكافل الاقتصادي التكافل الاجتماعي ان انا اكفل صحتي واضمن علاجي بشكل محترم؟ إذن هل ده ما يخلينيش اقول نكمل المسيره بتاعت التامين الطبي الشامل؟ طب انا عجبني الثلاث حاجات الاولانيه. الاول خلينا اشكرك يا استاذ محمد، كل الشكر ليك استاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر.